السلام عليكم، اسمي إبراهيم الشاعري، لاعب ومدرب لرياضة الكالستنكس. بدأت الكالستنكس في عام 2016 ولقيت نفسي فيها. أكيد كلكم تسألوا، إيش هي الكالستنكس؟ الكالستنكس هي رياضة تعتمد بشكل أساسي على وزن الجسم وفيها حركات جمباز. وكلمة كالستنكس في الأصل يونانية ومعناها جمال القوة. الميزة في هذه الرياضة أنك تقدر تمارسها في أي مكان وما تحتاج معدات. الكالستنكس تعطيك القوة والتوازن والمرونة والمتعة. التمارين في هذه الرياضة تشغل عضلات جسمك كلها مع بعض. الشيء اللي شدني لهذه الرياضة أنها تعطيك قوة حقيقية وتحكم كامل لوزن الجسم. هقدم سلسلة تمارين كالستنكس تقدر تسويها في البيت مع العائلة، الهدف منها تقوية الجسم وتعلم حركات جديدة وممتعة، وبالتالي الحفاظ على صحتنا من خلال التمارين. لسلامتكم في هذه المرحلة نخلي شعارنا أطفئ المحرك وابقى آمنا في المنزل.